إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى قناة ست البيت عايز تعمل لكم صوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة هنعمله بطريقة سهلة جدا في البيت. عندنا كوباية كاكاو وكوباية سكر بودر وكوباية لبن دافي وكوباية زيت ورشة فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعضنا نعمل ايه طريقة الصوص. أول حاجة هنكب اللبن، اللبن هنا أول حاجة كوباية لبن دي هندافية شوية عشان تذوب السكر. دي كوباية سكر بودر، كوباية كاكاو. هنعمل احلى صوص شوكولاته ان شاء الله مع بعضين. بسم الله توكلنا على الله. ذره فانيليا صغيره، فانيليا اختياري برضو ممكن نحط او ما نحطش. هنقلبهم بقى مع بعض كده عشان السكر يدوب، وبعد كده هنكمل بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنبدأ بقى نحط الزيت بس بالراحة بقى عشان ما نبقاش ما يترتش. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل قوي قوي وبيلمع وجميل، تقلع خلاص. بسم الله ما شاء الله، صوص الشوكولاته روعه 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 يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. صوص الشوكولاته ده بقى دوت هنسوي بيه الدوناتس او نعمل بيه التورته، بس جميل روعه يعني، ولازم الكل يجربه ويقول لي ايه رايه بقى في وصفات ست البيت. عايزين نشوف ايه رايكم بقى ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، مع رجاء عمل لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.